بالمناسبه العلاقه بين كولر وقفش عامله ازاي دلوقتي؟ خلاص العلاقه بقت كويسه. وبالك كولر الناس بتظلم كولر شايفاه ان هو عنيف مع اللعيبه. ده فكر الاجانب. الاجانب عندهم يعني ايه كل حاجه فيها صراحه، ما عندوش حاجه جوه قلبه بيخبيه. لما قفش اعترض عليه بشكل غير لائق هو الراجل طلعه بره حساباته، شفناه كلنا موجود في مباراه الاتحاد السكندري بعد يعني اعترض عليه بشكل غير لائق. يعني هو اتكلم بطريقه مش كويسه فكره. حتى هو ما اتكلمش عن نفسه، قال له لا انت بتضحك علينا، بتقول كلام عكس اللي بتقوله. امام عاشور لسه راجع فبتلعب امام عاشور في الوقت اللي فيه ديانج وكريم فؤاد متالقين في التدريبات وانا معاهم مش موجودين في التشكيل، انت كده بتضحك علينا. فكلمه بتضحك علينا دي زعلت الراجل. فلما كابتن خالد بيبو ومحمد الشناوي بالمناسبه توسط للاعب وراح لحد غرفه كولر واعتذر وفهمه وجهه نظره، فخلاص كولر قال له ارجع اجتهد في التدريبات، ترتيبك في عدد اللاعبين او اجتهادك في التدريبات هو اللي هيرجعك تاني. وساعتها اتكلم معاك كابتن خالد بيبو ومحمد الشناوي بموقف عبد القادر واللعيبه اللي كانت بره حسابات كولر تماما. بالمناسبه محمد الشناوي موقفه ايه في الفتره اللي جايه؟ اولا عايز اقول لك ان محمد الشناوي زعلان جدا جدا من كل الحاجه بتتقال عليه في وسائل الاعلام وخلافه مع مصطفى شوبير، وان هو زعلان وان هو عايز يلعب وبيقول لهم لا لو ما اقعدش احتياطي لازم العب اساسي والكلام ده كله. الكلام ده كله ما حصلش. الشناوي مستاء منه جدا. الشناوي نفسه يلعب عشان عايز يبقى موجود في منتخب مصر. هو شايف ان لو ما لعبش مباراه البلديه او اي حاجه من مباريات الترجي مش هيكون موجود في معسكر المنتخب اللي جاي، وده اللي مزعل الشناوي. مش زعلان عشان مصطفى متعلق او مصطفى اساسي وهو احتياطي، لا هو عايز يلعب عشان المنتخب. فالدنيا دلوقتي بالنسبه له هتبقى كويسه. اعتقد ان هيتم استبعاده من مباراه البلديه عشان ارضيه الملعب ما يبقاش في خوف عليه. لا اصل هو مش الاصابه مش في رجله برده، فالدنيا اسهل. بس خد بالك، لا ما الاصابه اصعب لينا ان هو تراي حارس مرمى فيقع على كتفه بينط وبيجي. ما هو لو تم استبعاده من مباراه البلديه مبدئيا بنسبه كبيره هيبقى صعب كمان يلعب في افريقيا، عشان مش هيخش بسم الله الرحمن الرحيم كده اول ما يرجع يروح داخل مباراه قدام الترجي. ما هو ده المعلومات اللي عندي بنسبه كبيره اللي باكده لك ان الشناوي مفيش اي مشاكل بينه ومصطفى شوبير، مفيش اي مشاكل مع اي حد. هو زعلان ان هو ما بيلعبش بس بقى ما قالش انا ولا احتياطي او الاصابه السياسيه زي ما الناس بتقول. لا هو كان مصاب فعلا والدنيا دلوقتي معاه زي بمناسبه